السيد رئيس جامعة مزال خادم، السيد رئيس جامعة الغرف الفلاحية بالمغرب، السيد الكاتب العام للفيدرالية البيمهنية لقطاع الدواجن، السيد رئيس الجمعية الوطنية لمنتجي بيض الاستهلاك، وكافة البرلمانيين والمنتخبين ومن مهني قطاع الدواجن الحاضرين معنا اليوم. أود بداية أن أرحب بكم جميعا. مرحبا سيد وزير ولفت الموافق له. أما بعد، إن شركتنا القابضة تعمل جاهدة في إقليم الحامة على توفير بيض ذو جودة عالية لكافة المغاربة، ضامنة بذلك من جهة الأمن الغذائي للمغرب، ومن جهة ثانية السلامة الغذائية للمنتوجات الفلاحية، وذلك تحت إطار القانون 49-99 المؤطر لقطاع الدواجن. وهنا أريد أن أشير وأؤكد على وفرة البيض خصوصا بحلول شهر رمضان المبارك، وذلك بفضل المجهودات المتكاثفة للحكومة ولمنتجي بيض الاستهلاك على المستوى الوطني، وذلك على الرغم من غلاء أسعار الأعلاف وكذلك أسعار المواد الأولية على المستوى العالمي. أما بعد، إن الشركة بالإضافة إلى الأمن الغذائي والسلامة الغذائية فإنها تعمل على توفير مناصب الشغل، مما يحد من جهة من الهجرة القروية، ومن جهة ثانية يساهم في تعزيز التنمية في المجال القروي. إنني أتشرف بتسليم هذه المقاولة المواطنة والمسؤولة التي تستثمر في قطاع الدواجن وفي إقليم الحامنة منذ 20 سنة، 20 عام من العمل، من العطاء، من الفعالية الاقتصادية وكذلك الاجتماعية كشريك أساسي للعديد من الجمعيات المحلية والوطنية التي تخدم الصالح العام. بهذه المناسبة أدعو كافة المهنيين إلى الاستثمار في إقليم الحامنة، حيث الظروف الملائمة والمواتية لإنشاء وتطوير المشاريع ليس فقط في قطاع الدواجن ولكن في كافة المجالات، بفضل توفر البنيات التحتية المناسبة واليد العاملة ذات الكفاءة والجودة العالية والمناخ المشجع للاستثمار من خلال الدعم المقدم من طرف المنتخبين والمسؤولين. وهنا أريد أن أتوجه بجزيل الشكر والعرفان للوزارة المكلفة بالقطاع في شخص وزيرها، وزير الفلاحة الصيد البحري، التنمية القروية، المياه والغابات. أتوجه بالشكر أيضا لجميع الفاعلين والشركاء الاقتصاديين، وعلى رأسهم مؤسسة القرض الفلاحي، مؤسسة التأمين الفلاحي لاماندا، وكذلك المكتب الوطني.